بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نحل بكالوريا 2012 الموضوع الثاني، التمرين الثالث، خاص بالدالة التناظرية، شعبتي آداب فلسفة ولغات أجنبية. التمرين هذا الثالث عليه 8 نقاط. قال لك اف الدالة المعرفة على المجال من ناقص 1 إلى زائد لا نهاية، بالعبارة اف لإكس تساوي 2 ناقص أ على إكس زائد 1، حيث أ عدد حقيقي يرمز أي بـ C إلى التمثيل البياني للدالة اف في مستوى منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي جي كما هو موضح أدنى، أي أو عن هنا أعطالك التمثيل البياني. اعتمادا، أي السؤال الأول، اعتمادا على التمثيل البياني سي، بين أن أ يساوي 3. ثانيا ألف، أحسب النهايتين ليميت اف لي اكس لما اكس يؤول الى ناقص 1 على اليسار، وليميت اف لي اكس لما اكس يؤول الى زائد لا نهايه، يعني حسب مجال التعريف فقط، يعني لما اكس يؤول الى ناقص 1 على، عفوا، على اليمين، ولما اكس يؤول الى زائد لا نهايه على اليمين هنا، عفوا. ثم فسر النتيجتين هندسيا، يعني تحدد المستقيمات المقاربه. ب، احسب اف فتحة لإكس، ثم شكل جدول تغيرات الدالة اف، يعني حساب المشتقة ثم تشكيل جدول التغيرات على نفس المجال اللي هو ناقص 1 زائد لا نهاية، وهنا بين لك بلي اف فتحة هي الدالة المشتقة للدالة اف. ثالثا الف، حل في المجال اي نفس المجال ناقص 1 زائد لا نهاية، المعادلة اف فتحة لإكس تساوي 3 على 4. ب، دي مستقيم معادلته y تساوي 3 على 4 x ناقص 1، اكتب معادلة للمستقيم ذات المماس للمنحنى c الذي يوازي المستقيم دي. رابعا، مطلوب منا حساب f ل 1 على 2، ثم حل بيانيا المتراجحة f ل x اكبر او يساوي 0. نبدأ بالسؤال الاول وهو اعتمادا على التمثيل البياني c، بين ان a يساوي 3. لاحظ ان هنا وش عندنا؟ لما x تساوي الصفر، لاحظ في المنحنى، لما x تساوي الصفر وش يكون عندنا؟ أو أصبر نقصوا التمثيل البياني ندوه نخدموا عليه. لاحظ معي في السؤال الأول وش عندنا؟ أي لدينا f لصفر وش تساوي؟ لاحظ لما x تساوي الصفر y تساوي ناقص 1، أي f لصفر تساوي ناقص 1. ومن بعد في المسودة واش ندير؟ عندي اف لصفر تساوي، احنا طاولنا 2 ناقص، يعني طاولنا هكا، يعني طاولنا اف لاكس تساوي ماذا؟ 2 ناقص ا على اكس ناقص 1، ما هي الا نعوض الصفر في مكان الاكس، هذا مكان ناقص ا على اكس على الصفر ناقص 1، ومنه تساوي 2 ناقص ا. يعني ما دام هنا اف لصفر تساوي ناقص 1 في التمثيل البياني، وهنا يا اف لصفر تساوي 2 ناقص ا، واذا واش يصبح عندنا؟ يصبح عندي 2 ناقص ال ا تساوي ناقص 1، ومنه واش تولي عندي؟ اي كي ندي هذيك الاثنان من هيك واش تولي لنا؟ يعني هكذا تولي لنا في المسوده، لاحظ 2 ناقص ال ا تساوي ناقص 1، ومنه ناقص ا تساوي ماذا؟ تساوي ناقص 1 ناقص 2، أي ناقص أ تساوي ناقص 3، ومنه الأ يساوي 3، أي ضرب الطرفين في ناقص 1. أ يساوي 3، لماذا؟ لأن هنا راهو ناقص 1 أ، إذا أ يساوي ماذا؟ ناقص 3 على ناقص 1، أي يساوي 3. فهمت؟ يعني بتفهمها أكثر توضيح. هذا ناقص 1 هنا أ، إذا واش نكتبو هنا؟ أي أ يساوي ماذا؟ يساوي 3. هذه كي تجاوب عليها هاي ديجا راهي عندك لهنا، راهي عندك نقطة. هاي لهنا في السؤال الأول هذا نقطة، بسم الله يفتح يرزق، عديت نقطة. السؤال الثاني واش قال لك؟ أحسب النهايتين ليميت اف ل اكس لما اكس يؤول إلى ناقص 1 على اليمين، لماذا؟ لأن المجال عطاونا هكا ناقص 1 وزائد لا نهاية، مارك عطاونا على هذا واش عطاونا؟ دائما ندرس على المجال اللي يعطونا، نحاولش نفهم، ندرس على المجال اللي يعطينا. اذا واش عندي؟
اطراف المجال تاعي هو ناقص واحد، لاحظ راه جاي على اليمين والزائد لا نهايه، يعني وليميت اف دي اكس لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه. انا واش عطاوني اف دي اكس؟ اف دي اكس هذا السؤال الثاني، السؤال الثاني الف جزء الف. اف دي اكس عطاوها لي ماذا؟ عطاوها لي اثنان ناقص ا على اكس ناقص واحد، ومن بعد كي صبنا الاصبنا تساوي ثلاثة، إذا اثنان ناقص ثلاثة على إكس ناقص الواحد، ومنه وأصبح عندي نوحد المقامات، أي تولي اثنان في إكس ناقص الواحد ناقص ثلاثة على إكس ناقص واحد، نوحد مقام فقط، نوحد مقام تساوي اثنان إكس ناقص الاثنان ناقص الثلاثة على ماذا؟ على إكس ناقص الواحد. اي عفوا عفوا كان خطا، ان زائد الواحد، ان زائد زائد واحد زائد واحد، هنا عفوا من في السؤال السابق هذوني اخطات لانه زائد واحد اي اثنان، هنا زائد اثنان ناقص واحد، اذا واصبح لنا اصبح لنا تساوي 2 اكس، 2 اكس ناقص الواحد على اكس زائد واحد، على إكس زائد واحد هكذا. إذا صبحت عندي العبارة الدالة إف لإكس تساوي 2 إكس ناقص واحد على إكس زائد الواحد. نجي نحسب ليميت، أي ليميت إف لإكس لما إكس يؤول إلى الناقص الواحد على اليمين، أي القيم الكبرى يساوي ماذا؟ لاحظ لو نعوض هذاك ناقص واحد في 2 اكس ناقص واحد، اي في البسطه، في البسط روح للمسوده، اي 2 في ناقص واحد ناقص واحد تولي لنا ناقص 2 ناقص واحد تولي لنا ناقص 3، اي واش تصبح عندي هنايا؟ تصبح عندي ناقص 3 على واش من صفر؟ صفر موجب ولا صفر سالب؟ نروح للمسوده ندير، عندي المشكل وين؟ عندي المشكل في المقام، ندير إشارة المقام هذاك اللي هو إكس أو إكس زائد واحد لا ناقص لا نهاية حتى زائد لا نهاية، واش اللي عدمه هو ناقص الواحد أي الصفر هنا، عكس إشارة أ، إشارة أ حنا عندنا منين؟ من ناقص واحد زائد لا نهاية أي على اليمين، طلبوا منا على اليمين ما قالولناش على اليسار، هذا المجال خطينا. إذا منا برك صفر زائد، ومنه أصبح عندنا أي صفر زائد، أي تصبح عندنا الزائد على الناقص ناقص لا نهاية، ناقص لا نهاية أي عدد على الصفر يعطينا لا نهاية في النهايات، يعني في لي ليميت عدد على الصفر واش يعطينا؟ يعطينا لا نهاية، متفاهمين؟ الآن نروح إلى ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص، يؤول إلى زائد عفوا زائد لا نهاية، يؤول إلى زائد لا نهاية يساوي ماذا؟ ليميت الحد ذو أكبر أس في البسط اللي هو 2 إكس على الحد ذو أكبر أس في المقام اللي هو إكس لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، الإكس مع الإكس يروح إذا يساوي لنا ماذا؟ يساوي 2. هنا عندك 0.5 هذه، وهنا 0.5 كي تجاوب على هذه. الآن نروح إلى التفسير الهندسي، التفسير الهندسي التفسير الهندسي واش عندنا؟ عندنا سي أي حسب النهايات هذو، هبط شوية النهايات صبرها هكا باش نشوفو النهايات ونفسرهم هندسيا. عندنا المنحنى سي يقبل مستقيما، يقبل مستقيما مقاربا أفقي، يعني مش نقصد بكلمة أفقي، موازي لمحور الفواصل، موازي لمحور الفواصل، موازي موازي لمحور الفواصل، معادلته
ماذا؟ هي إكرك يساوي اثنان. كذلك عندنا مستقيم آخر، ومستقيما مقاربا عمودي يكون موازي لمحور التراتيب معادلته هي ماذا؟ هي إكس يساوي ناقص واحد. أي لما نحسب إكس تساوي عدد، لما إكس تؤول إلى عدد نصيبه لا نهاية، هنا مستقيم مقارب عمودي أي موازي لمحور التراتيب. أما لما ندير إكس تؤول إلى لا نهاية ونصيب النتيجة عدد، هنا مستقيم مقارب عمودي أي موازي لمحور التراتيب. هذه دائما تعلمها، دائما راهي أمامك. هنايا في هذه الحالة الإجابتين عندك اثنان في 0.5. لاحظ كي تكتب هذه 0.5 تكتب مستقيم ثاني 0.5. يعني السؤال الثاني هذا ألف عليه نقطتين، يعني لاحظ أنه سهل وعليه نقطتين كاملين. دائما في السؤال الثاني جزء باء طلبوا منا حساب المشتقة أي أفتح لإكس ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة. عندنا المشتقة، لاحظ أن في الدالة التناظرية دائما نستعمل القانون، أي حيث عندنا عبارة على عبارة، أي الدالة تألفية على الدالة تألفية، إذا المشتقة تاعها دائما تكون إفتحة، أي مع مشتقة البسط في المقام ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام مربع. إذا هنا عندنا اف فتحة اكس تساوي ماذا؟ هنا الدالة، واش عندنا الدالة؟ هاي الدالة أمامك، عندنا اف لإكس تساوي 2 اكس ناقص 1 على اكس زائد 1، إذا اف لإكس تساوي مشتقة البسط اللي هي 2 في المقام في اكس زائد 1 ناقص البسط اللي هو 2 اكس ناقص 1 في مشتقة المقام اللي هو 1، يعني في 1 على ماذا؟ على المقام مربع، اي اكس زائد 1 مربع. ومنه واش تساوينا؟ تساوينا 2 اكس زائد الاثنان ناقص 2 اكس زائد 1 على ماذا؟ على اكس زائد 1 الكل مربع، ومنه تصبح عندنا المشتقة 3، لأن 2 اكس على ناقص 2 اكس تروح، هذه تبقى لنا اكس زائد 1 3 على اكس زائد 1 مربع، هذه هي المشتقة. إذا نواصل الآن نشوف إشارة المشتقة. إشارة المشتقة، أن لازم لنا إشارة المشتقة باش نشكل جدول التغيرات. تلاحظوا أن المقام موجب تماما، أي إكس زائد واحد مربع موجب تماما، أكبر تماما من الصفر، والعدد ثلاثة موجب تماما، إذا إف فتحة لإكس أكبر تماما من الصفر. إذا نستنتج أن الدالة إف متزايدة تماما على المجالين اللي هما من ناقص لا نهاية حتى ناقص واحد. لاحظ احنا ما قالولناش على هذا المجال، لاحظوا ان هذا ومنا وناقص واحد حتى زائد لا نهاية، لكن احنا هذا ما طلبوهش منا، ما حطوهناش في البكالوريا، في السؤال تاع البكالوريا ما حطوهناش هذا في النص، اذا عطاونا هذا، اذا دالة متزايدة تماما على المجال اللي مدوها لنا فقط، ما نديرش حاجة ما مدوها ليش، ما نديرهاش، سي بون على المجال. تطرح في البكالوريا تخربش له هكا، اتونسيون ما تعندنيش هاكا، هايلي تقول له الأستاذ محمد قال لي دير هكذا، لا لا، على المجال كذا، هاليك ناقص واحد حتى زائد لا نهاية، يعني المجال اللي طوعنا
بوانسيتو. الان نجيو نديرو جدول تغيرات. اذا واش ندير هنا؟ قيم اكس، هنا اشاره اف فتحه لاكس اي مشتقه، وهنا تغيرات اف لاكس. بالنسبه لقيم اكس واش عطاونا؟ عطاونا من ناقص واحد حتى زائد الى نهايه، ونعرفوا باللي ناقص واحد هذا قيمه ممنوعه، قيمه ممنوعه لان الكروشي داير برا الحظ. اذا نديرو هنا خط، وين تكون القيمه ممنوعه نديرو خط هنايا. صبنا باللي المشتقه متزايده تماما، اذا الداله تتبعها الداله متزايده تبع المشتقه متزايده، اي المشتقه موجبه تماما عفوا، الداله متزايده تماما. عند الناقص واحد كي درنا النهايه صبناها تؤول الى ناقص لا نهايه، وعند الزائد لا نهايه صبناها تؤول الى الاثنان. فالسؤال الثالث فيه جزئين الف وباء. جزء الف قال لك حل في المجال من ناقص واحد حتى زائد الى نهايه المعادله اف فتحه لاكس تساوي 3 على 4. واش قالوا لنا؟ قالوا لنا حل المعادله اف فتحه لاكس تساوي 3 على 4. حاجه سهله، تجيب العباره تاع اف فتحه لاكس اللي هي 3 على اكس زائد 1 مربع تساوي 3 على 4. هنا حل وذنيك وحل عينيك مليح، لانه فيه حساب، هنا فيه حساب، يا حسابات افر حسابات لهنا. هذا واش يكفي؟ هذا يكفي انه 3 على او يقول لي 1 سوما امبليك ناقص 3 على 4 تساوي 0. يعني هذا 3 على 4 تعاود ترجع منها تولي ناقص، تولي بالناقص. لهنا لاحظ هذا المقام تاعو اكس زائد 1 مربع، وهذه المقام تاعها 4. اذا لهنا لازم علينا نوحدوا المقامات. اذا واش تصبح عندنا؟ المقام المشترك واش يولي؟ يولي 4 في اكس زائد 1 مربع، هذه خليها كيما راهي. الثلاثة تنضرب في 4 ومن بعد ناقص الثلاثة في من؟ في إكس زائد واحد الكل مربع. يعني هذا باش تولي المقام تاعها 4 في إكس زائد واحد مربع تنضرب في هذه في 4، وهذه تنضرب في هذه، يعني هذه تطلع على عند هذه، وهذا الربعة تطلع على هنا الفوق هكذا، صح؟ هنا واش تولي لنا؟ أي تساوي الصفر ما ننساوش، صح؟ ومن بعد واش تولي لنا؟ تولي لنا 3 في 4 تعطينا 12 ناقص 3، ما تضربش الناقص 3 حتى تريقل هذه اكس زائد 1 مربع، راهي على الشكل ا بلس بي او كاري، راهي على الشكل ا بلس بي او كاري ايتيغال ا او كاري بلس 2ab بلس بي او كاري. ما تنساش اذا نريقلوها ا او كاري هي اكس، الا هي الاكس والبي هي الواحد، اكس او كاري بلس 2ab يعني 2 في الاكس في الواحد يعني تولي لنا زائد 2 اكس بلس بي او كاري اللي هو 1 مربع اذا زائد 1 على 4 في اكس زائد 1 الكل مربع. تبع خطوات اللي راني ندير فيهم خطوه بخطوه، تزيقيها كلها هك راح تمرين. اتونسيون رانا نحلو في بكالوريا تساوي الصفر. هذا سوما امبليك كو، وكتبدا تضرب هذيك الناقص 3 في الداخل 12، ناقص 3 في اكس مربع تولي ناقص 3 اكس مربع، ناقص 3 في زائد 2 اكس تولي ناقص 6 اكس، بعد ناقص 3 في زائد 1 ناقص 3 هكذا. على روحوا لها خطوه بخطوه، 4 في اكس هذا التحتانيه خليها كيما راهي مكان ما دخلت فيها تساوي الصفر. سولا امبليكو نريقلوها نسقموها تولي لنا ناقص 3 اكس مربع ناقص 6 اكس، 12 ناقص 3 تولي لنا زائد 9 على ماذا؟ على 4 في اكس زائد الواحد مربع تساوي الصفر.
صح. مازال هنا لاحظ واش عندنا هنا، عندنا ثلاثة، عندنا ستة، عندنا تسعة. لاحظ أن هذه وهذه راهي مضاعفات العدد ثلاثة، إذن نخرج هذاك الناقص ثلاثة عامل مشترك. هذا يعني أن ناقص ثلاثة نخرجه عامل مشترك، إذن ندير ناقص ثلاثة في إكس مربع، وفاش نضرب ناقص ثلاثة فاش تولي ناقص ستة إكس، نضربها في زائد اثنان إكس، أي ناقص ثلاثة في زائد اثنين إكس تعطينا ناقص ستة إكس، فاش نضرب الناقص ثلاثة باش تولينا زائد تسعة، نضربها في ناقص ثلاثة، أي ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة تولينا زائد تسعة. يلزمني كي نضرب هذه في هذو ترجع لنا كيما راهوانا. إذا على ماذا؟ على أربعة في إكس زائد واحد الكل مربع. أنا واش ندي؟ هنا ندي، شوف المقام ما توشيش، ندي هذه برك، هذه يعني كون ندينا هذه كيما راهي نخرجوا في نفس النتيجة كيما راهي ندو هذه كيف كيف. برك هنا الأعداد كبار، هنا نقصنا على أرواح، هذا مكان ما ننساوش يساوي الصفر نحن، صح. إذا اف فتحة لإكس تساوي اثنان أربعة، هذا ما هذا ماذا يكافئ؟ يكافئ ماذا؟ لأن المقام ممنوع يساوي الصفر، نحسب غير البسط. يكافئ أنه x مربع زائد 2x ناقص 3 يساوي الصفر. لاحظ أنك في أسئلة البكالوريا، لا قلت لك نحلوا لبكالوريا لأن هناك بعض الأسئلة لم تلتقي بها في الدروس ولا في تمارين الدروس، باش نتفاهم. هي في متناول الجمع، يعني هي داخلة في الدرس، لكن طريقة الأسئلة ما تلاقيت بها في الدرس، متفاهمين؟ صح. إذا هنا هذه إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3 تساوي الصفر، أصبحنا أمام معادلة، هنا أصبحنا أمام حل معادلة، وهذا 3 على 4 هو معامل توجيه برك. يعني هنا واش نقصد بها؟ لازمني نجبد القيم اللي تأخذها إكس ونعوضها في المشتقة في إكس، هنايا في المشتقة نصيب هذا 3 على 4، هذا المعامل التوجيهي. هنا واش نروح نحسب؟ نحسب دلتا، دلتا تساوي ب مربع ناقص 4 أسي، أي تساوي الب مربع اللي هو 2 مربع ناقص الأربعة فالأ اللي هو 1، وفي السي دي هي ناقص 3، ومن هو تساوي لنا؟ تساوي لنا 16. إذا دلتا أكبر من الصفر، عندي حلين، المعادلة تقبل حلين، إكس واحد تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ب ناقص جذر دالتا، هذو لازم تحفظهم على 2 أ، تساوي لنا ماذا؟ أي ناقص ب، أي ناقص الإثنان ناقص 4 جذر 16 هو 4 على الإثنان فالأ اللي هو الواحد، ومنه تساوي لنا أي ناقص 6 على الإثنان تساوي ناقص 3، صح. زيد الثانية، عندنا إكس إثنان يساوي ناقص ب زائد جذر دالتا على 2 أ يساوي ناقص الإثنان زائد الأربعة على الإثنان أي في الواحد معلوم، تساوي ماذا؟ نساوي إثنان على إثنان يساوي الواحد، أي لنا حلول المعادلة إكس يساوي واحد أو إكس يساوي ناقص ثلاثة، وهذا مرفوض. مرفوض لماذا؟ لأن المجال أعطونا من ناقص واحد إلى زائد لا نهاية، يعني هذا هو المجال اللي راني ندرس فيه. حتى في المنحنى، لاحظ المنحنى تاعي من ناقص واحد اللي ندرس في الجهة من ناقص واحد حتى زائد لا نهاية، ها هو المجال أمامك من ناقص واحد إلى زائد لا نهاية بابلوس. إذا هذاك الناقص ثلاثة راهو جاي منا، ماهوش جاي في المجال هذا من ناقص واحد حتى زائد، إذا مرفوض.
لا نكسر راس الخمسة في الاثنان. تبع مع السؤال الثالث نوصل الجزء ب، قال لك دي مستقيم معادلته y تساوي 3 على 4 x ناقص 1. مطلوب منا كتابة معادلة للمستقيم تاتا اللي هو مماس للمنحنى سي الذي يوازي المستقيم دي. هنا كاع ما تحلش السؤال هذا ب، ما تحل ما والو في النقاط اللي عندنا. وصلنا هذه صبناها مرفوضة، يعني وصلنا اكس تساوي الواحد، يعني مماس المنحنى راهو عند ماذا؟ اكس تساوي الواحد. اذا روح معايا ما تشوف لا المعادلة اللي طوها لك تعدي ما والو، تروح دير هنايا إكراك واش معادلة المماس شنو هي؟ إكراك تساوي إف فتحة لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر زائد إف لإكس صفر، وإكس صفر وين راهي؟ هي ها هي وين راهي؟ هاي إكس عند إكس تساوي واحد، يعني من النقطة إكس هذه واش تعمل؟ معامل توجيه المماس، يعني يكون تعوض الواحد في اف فتحة لي اكس تصيبها تساوي 3 على 4، روح جيب روح المشتقة اف فتحة لي اكس وعوض في مكان اكس قيمة الواحد تصيبها تساوي 3 على 4، هذا معامل توجيه المماس. إذا اللي أنا واش ندير؟ ما عليا إلا تجي هنا تحسب مادام وحدة منهم مرفوضة، إذا هذه هي اللي راهي باينة، إذا تحسبها واش ندير؟ أي إكراك يساوي اف فتحة لواحد في اكس ناقص واحد زائد اف لواحد. هذه كي تكتبها برك، تكتب هذه برك عندك 0.25 هنا كي تكتبها، ومن بعد نجيو نحسبو اي تساوي اللي نديرها بالاخضر يحب يقول في المسودة اف فتحة لواحد واش تساوي؟ اي تساوي اف فتحة لاكس تساوي 3 على إكس زائد واحد مربع، أي في المكان إكس ندير واحد زائد واحد مربع هكذا، ومن واش تساوي لنا؟ تساوي لنا ثلاثة على أربعة، لأن واحد زائد واحد اثنين مربع، ثلاثة على أربعة. نحسبو إف لماذا؟ لواحد، نحسبو إف لواحد، واش تعطينا؟ تعطينا أي تساوي، نعوض غير في العبارة الدالة اللي هي اثنين إكس، أي اثنين في مكان إكس ندير واحد ناقص واحد على إكس زائد واحد، أي واحد زائد واحد، ومن وصيف النصف هذا المطلوب. نجي لهنا إف فتحة لواحد شحال ستة؟ ثلاثة على أربعة في إكس ناقص الواحد زائد إف لواحد أي زائد النصف. نجي نضرب هذيك ثلاثة على أربعة تولي لنا ثلاثة على أربعة إكس، ومن بعد ناقص ثلاثة على أربعة زائد النصف. نوحد المقام بين الناقص 3 على 4 والنصف، واش تعطينا؟ تعطينا إكراك أه هكذا نكتب دالتا، هكذا نكتب معادلة المماس دالتا بين قوسين نقطتين إكراك تساوي 3 على 4 إكس ناقص 1 على 4. ها هي معادلة المماس اللي لازم تجاوب بها، يعني هذا اللي درته بالأخضر هذا كامل في المسودة، هذه هي أخر تاعك. إذا هنا هذه عليها 0.5 عفوا 0.75، يعني الجزء بهذا عليه نقطة، أي 0.75 و 0.25 نقطة. روحوا للسؤال الرابع. السؤال الرابع سؤال سهل جدا جدا، عليه نقطة، يعني فيه مقسوم لزوج أسئلة. الأولى قالك أحسب إف للنصف ثم حل بيانيا المتراجحة إف لإكس أكبر أو يساوي الصفر. سهلة، يعني في السؤال الرابع انتبه معايا واش قالون؟ قالك أحسب إف للنصف، يعني إف في مكان العبارة تاع اف لي اكس ندير في مكان اكس ندير اف للنصف، اي تساوي اثنان اكس اي اثنان في واحد على اثنان في النصف ناقص الواحد على اكس زائد واحد اي النصف زائد الواحد تساوي ماذا؟ ديجا لهنا غير الفوق مكان لا تحسب مقام،
اثنين في واحد ناقص يتولي اثنين على اثنان هم بعد واش تعطينا لاحظ تولي هذا اثنان على اثنان تولي لنا واحد ناقص الواحد واش تعطينا الصفر ما يهمنيش انا الناقل ما دام البسط صفر اذا هنا النتيجه واش تكون تساوي الصفر تساوي هاي يعني هذا الحساب كامل او واش ندير اي اف لنصف تساوي الصفر هنا برك كي تكتب هذه عندك 0.5 تبقى لنا حد المتراجحه اي حد المتراجحه اف لاكس اكبر او يساوي الصفر يعني الصفر داخل في الحساب اس يساوي ماذا مادام اكبر او يساوي الصفر اذا الكروشي داخل للداخل راكم نقول لك علاه روحوا نجيبوا المنحنى اللي طوينا من بكره نقصوه ونجيبوه انتبه معايا قالوا ان اف لاكس اكبر او يساوي الصفر يعني في المتراجحه كل ما هو للفوق ما الصفر طلع الصفر وراه وها يعني اكبر او يساوي الصفر يعني منا للفوق هذا الجهه اللي طوها كشوف فهمك هذه منا حتى لهنا اف لاكس اكبر او يساوي الصفر يعني هذا السيكتور متفاهمين اي كما درنا كل المنحنى اللي راهو يقع فوق الصفر للفوق يعني اكراك تقدر تقول لهنا نقدر نقول اكراك تساوي الصفر يعني المنحنى هذا منا من الصفر وطلع عفوا هكذا ها هو رايح يعني هنا وين راه المجال اي لاحظ هذا البلاصه هذه واش هي هنايا هذه واش هي هذه هنا واش هذه نصف الواحد اذا هذه هنا النصف اذا اس مادام قالنا اكبر او يساوي النصف يدخل في الحساب اذا من نصف حتى لوين حتى زائد لا نهايه هكذا هذه هي الجواب تاعك من نصف حتى لوين حتى زائد لا نهايه ورايح هنا عندك على الجواب هذا 0.5 هكذا نكون قد انتهينا من حل هذا البكالوريا تاع 2012 اي الموضوع الثاني التمرين الثالث الى ان القاكم في فيديو لحل بكالوريا اخرى ان شاء الله اعزائي الطلبه اترككم برعايه الله وحفظه متمنيا لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق في شهاده البكالوريا والتحصل على معادلات جيده ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.